الذل ده انا ذنبي فيه ايه؟ بعد 14 سنة جواز قادر يقنع نفسه بال50% التانية. اهلا بيكم، تعالوا نشوف القضية دي اللي حصلت في محافظة البحيرة. قضية غريبة، لكن سبحان الله مفيش حاجة بعيدة على ربنا. يعني شفنا حالات كتيرة جدا، شفنا حالات ربنا يعافيها يا رب عندها سرطان ومرة واحدة ربنا بيشفيها، وشفنا حالات بتبقى سليمة 100% وتموت بدون أي سبب يذكر إلا أن عمره كده. ففي حاجات إرادة الله ويد الله بتبقى هي الأسرع وهي ما تريد يفعل، يعني ما فيش حد يقدر يقف قدام إرادة ربنا. تعال نشوف قصة ماجدة وجوزها أنور. ماجدة هي وأنور جواز تقليدي جدا، أنور بيدور على عروسة، ولاد الحلال قالوا له فيه بنت فلان الفلاني اسمها ماجدة، بنت كويسة وأخلاقها كويسة. بالفعل راحت تقدم لها، وهناك قدر يتعرف عليها بشكل قريب جدا، وعرف ان هي بنت كويسة جدا ومحترمة جدا، وفعلا تم الزواج اللي هو بنسميه زواج صالونات. عدى شهر اتنين سنة مفيش اي بشاير للانجاب او للحمل، شيء طبيعي. الزوجة بتقلق والزوج بيقلق، بيروح للدكتور او طبيبة امراض نساء ولادة، كشفوا عليها قالوا لها لا انت سليمة وزي الفل مفيش اي شيء. طب تعالى انور اكشف، كشفوا عن انور عرف ان هو عقيم ما بيخلفش. يبقى هنا عرفنا المشكلة عند مين، المشكلة عند انور. انور دلوقتي ما بيخلفش، وماجدة كشفوا عليها لقاها زي الفل وان هي ما عندهاش اي مشاكل. يبقى المفترض مين اللي يشيل جميلة لمين؟ شيء طبيعي ان انور هيقول لمراته كتر خيرك انت عشت معايا سنة، وفي الاخر يا بنت الحلال انا الدكاترة قالوا علي عقيم، فانت لو عايزة تشوفي حياتك اتجوزي وانا هطلقك، وانا يا بنت الحلال اشوف حد يناسب ظروفي، واحدة تكون عندها اولاد، او انا المهم انا هصرف اموري بنفسي وانت قرارك. قالت له لا يا انور، مش انا اللي اعمل كده، انا بنت اصول وكل حاجة، وربنا زي ما خلق المرض خلق الدواء، وكل حاجة لها علاج، والدكاترة مفيش قول يا رب. وفعلا راح لدكاترة كتير قالوا له العلاج هيطول، لكن مفيش حاجة اسمها مستحيل على ربنا. وعدت سنة اتنين تلاتة، طبعا الموضوع مخبيينه. واحنا عندنا حاجة غريبة جدا، مدام الست ما بتخلفش يبقى العيب منها، يعني رغم ان معروف ان الست والراجل ده الاتنين مشتركين في الموضوع، يعني مش حكاية انه عيب من الست والعيب من الراجل، ما هو اكيد في عيب لا من الست لا من الراجل، الموضوع منتهي. رغم كده احنا عندنا هنا في مصر اللي ما بتخلفش يبقى العيب منها. طب ليه؟ ما ممكن يكون من جوزها، يعني ليه دايما بنحمل ان الست هي المسؤوله عن عدم الانجاب؟ ما ممكن يكون جوزها هو اللي مش ملوش في الخلف. تلاقي ان كل بقى اهل جوزها، يا اختي اللي زيك خلف، ويا اختي اللي اصغر منك عندهم عيال، يا اختي ما تشدي حيلك شويه، يا اختي انت مال، وهي خايفه تجرح في جوزها وتقول لهم ابنكم هو العيب منه. الست الاصليه ما تعملش كده، فدايما على طول كاتمه في نفسها. اهل جوزها حماتها وحماها واخوات جوزها دايما بيعايروها، لا احنا هنجوز اخون، احنا اللي يخلي اخونا ياخد واحده ارض بور، لا ده زمانه كان مخلف وفرحان بعيال، ده انا كان نفسي يتقال لي يا خال، واللي يقول انا كان نفسي يتقال لي يا عم، وانت حرمانه. والله وهي كاتمه في نفسها يجي اخو جوزها تقول له على فكره امك عملت كذا وابوك عمل كذا واخواتك بيقولوا كذا، يقول لها طب انا اعمل لهم ايه؟ عايزين اطلع بره اقول لهم العيب مني؟ انت عايزه تهطريني؟ انت جيت له انا الذل ده انا ذنبي فيه ايه؟ اجري على نفسك. قال لها انا بتعالج اهو، انا طبعا هو مش هو فعلا، يعني الله يكون في عونه، خايف يطلع يقول لابوه ويقول لامه، صاحبه برضه، ان الشاب يطلع يقول لابوه وامه العيب مني. وبعدين احنا عندنا ده بنربطها بالرجوله، يعني يقول لك يطلع يقول لهم انا مش راجل، رغم دي بعيده عن الرجوله، الرجوله مالهاش دعوه بالعمليه الجنسيه خالص، لكن احنا عندنا هنا في مصر ما دام الراجل ملوش قدره على الخلفة او ملوش قدره على التعاطي الجنسي يقول لك ده مش راجل، رغم ده بعيد خالص. المهم هو خايف محرج يروح يقول لامه وابوه الكلام ده، هيكسرهم وفي نفس الوقت زله ليهم وزله ليه هو، وفي نفس الوقت عينهم هتنكسر قدام مرات ابنهم. يعني بعد ما كانوا بيعايروها وبيذلوها وكل شويه يقول هنجوز اخونا وهنجوز ابننا مش هينفع، انت ارض بور، اللي اصغر منك بيخلف، ده اللي مش عارف ايه، ده اللي زيك ولادهم دلوقتي في طولهم، وقاعدين يعايروها مره واحده هتبقى هي راكبه عليهم. لا فهو الرد ما رضيش يعمل كده. المهم عدت سنه تاني، عدت سنه ثالثه، عدت سنه رابعه، سنه خمسه، عدى ست سنين، سبع سنين، عشر سنين، الموضوع نسوه. هي رضت باللي ربنا عطاها وقالت خلاص انا ربنا اعطاني واحد عقيم
فلله الامر من قبل ومن بعد، وانا مش هشتكي والناس كلها راضوا، ما حدش بيكلمني في الموضوع ده دلوقتي وخلاص، وجوزي مش هيقدر يتجوز عليا لان العيب منه خاص، وهي عايشه وضل راجل ولا ضل حياته، ورضت بنصيبها كده. وصلت 10 سنين 11 سنه 12 سنه 13 سنه، في السنه ال 14 لقت نفسها دايخه تعبانه، جرت على الدكتور انا تعبانه، الدكتور قال لها مبروك انت حامل. بعد 14 سنه جواز والزوج عقيم، الدكتور بيقول لها الف مبروك انت حامل. طبعا تخيلوا واحده محرومه من الخلفه 14 سنه والكل قاعد يزل فيها ويخبط فيها شمال ويمين ويعايرها بقله الخلفه، مره واحده الدكتور يقول لها حامل. كانت بتجري من العياده على بيت جوزها زي ما تكون راكبه طياره، فرحان يا ترى هيشيلني، يا ترى هيعمل ايه، يا ترى اهل جوزها هيعملوا ايه، محدش هيصدق، وبتضحك وفرحانه وماشيه في الشارع زي المجنونه. بعد 14 سنة جوزها عقيم وربنا يرزقها انها حامل، مش مسدة طير، ونفسها تلقى جوزها تقول له مبروك، هتبقى اب وهبقى ام خلاص ربنا رضى عليك. دخلت لقت جوزها نايم بالصحية، قوم قال لها مالك بالصحية ليه؟ قالت له اسكت يا انور، ربنا كتبها لنا، انا حامل الف مبروك. راح قال لها من مين؟ تخيلوا بقى، تخيلوا الفرحة اللي جواها والسعادة، وما رضتش تقول لاهل جوزها في الاول، وطلعت فرح جوزها ويقول لها من مين؟ مش مني، انا عقيم انت، ونزل فيها ضرب وتكسير. الواد ده ابن مين؟ يا فجر يا كذا يا كذا يا كذا، وتلطيش وطلعت تزعق، طلعوا اهل جوزها من فوق، في ايه يا انور؟ قال لهم الفجر حامل. طب الف مبروك يا ابني، قال لهم انا عقيم ما بخلفش. ازاي؟ طبعا اهل جوزها سمعوا كده الصدمه صدمتين، الصدمه الاولانيه ان عرفوا ان العيب كان في ابنه، الصدمة التانية ان البنت حامل والواد بيقول على نفسه وما بيقولش في الخلفة، تبقى مصيبة مصيبتين، المعايرة معايرتين. يعني الواد معنى كده ان هي اتعرفت على راجل تاني وهو اللي خلاها تحبل، يعني كارثة. نزلوا فيها ضرب، لازم تقولنا مين، لازم تقولنا مين. جرت للدكتور قالت له على فكرة يا دكتور احنا جينا لك من 14 سنة وقلت كذا وكذا وكذا وكذا، قال لها لازم اشوف جوزي. طبعا في الوقت ده هي راحت عند بيت اهلها غضبانة، واهل جوزها طبعا اهلها عرفوا الموضوع، راحوا لجوزها قال له يا ابني اللي بيننا وبينك الدكتور، تروح تسال للدكتور واللي هيقول عليه الدكتور، احنا موافقين، احنا ضامنين بنتنا وشرف بنتنا وعرض بنتنا، وبنتنا لا يمكن تعمل كده، وهي كانت عايشه في بيتكم، اسال امك اسال ابوك اسال اخواتك، بنتنا الشرف كله. بالفعل راح انور للدكتور كشف عليه، قال له شوف يا انور من خلال التحاليل والكشوفات ممكن ايوه وممكن لا، يعني انت يا ابني مفيش حاجه 100% نقولك تخلف، ومش هنقدر نقولك 100% ما بتخلفش، لكن دي اللي بنقول عليها سبحان الله اراده الله، اراده الله هي اللي ممكن ايوه، واراده الله هي اللي ممكن تكون لا. يعني دلوقتي اللي ببطنها ابني ولا مش بيه ابني، قال له يا ابني احنا بنقول لك احنا ما نقدرش نقول لك ايوه ولا، انت بعد ما تخلف لو عايز تتاكد تاني يبقى تعمل التحاليل دي ان ايه المكلف، مش عايز تتاكد يبقى احنا بنقول لك اهو حالتك دي ممكن ايوه ممكن لا، 50% ايوه 50% لا، وكلها في الاول وفي الاخر اراده الله. هو دلوقتي خايف يكمل معاها بنسبه ال 50% ايوه، طب ما ممكن تبقى بنسبه ال 50% لا. اهله نفسه اهل الولد الزوج قالوا لا يا ابني كانش يبقى من صلبك 100%، هم فاهمين صلب 100% يعني هو ادى دوره وفي غيره كمل، يعني هو 50% وفي واحد تاني يجي يكمل ال 50% جميع، طبعا الكلام ده مش مظبوط، لكن الناس تفكيرها كده، لا يا ابني احنا عايزين يكون من صبك 100%، يعني ايه 50% منك و 50% من غيرك؟ قاعد يفهمهم طبعا مش قادر يقول لهم حاجه انور لانه تفكيرهم كده، وفي نفس الوقت هو مش قادر يقنع نفسه بال 50% الثانيه. فطبعا راح لمراته قال لها الدكاتره بيقول لي كذا وكذا، قالت له انت بتشك فيا؟ انا 14 سنه انا لو ليا في الرجاله كنت طلقت منك من زمان، ولو ليا في الخلفه كنت طلقت منك من زمان، انا بحبك وعايشه معاك وانا عارفه ان انت عقيم، ايه اللي خليك تشكوا فيا؟ وانا اصلا لو اعرف ان انت مالكش راجل من الخلفه ما كنت داريت عليك، وكنت سجدت نفسي من غير ما تعرف، لو انا عرفت واحد غيرك كنت سجدت نفسي من غير ما تعرف، ما كنتش كنت خدت بالي، لكن انا جاي افرحك وبقول لك انت ابوه. طبعا الراجل ما اقتنعش، مره يقول ايوه ومره يقول لا، وفي الاخر في اثناء بيتناقشوا قالت له انت عشان بتشك في نفسك، انت مش عشان راجل، نزل فيها ضرب وحاول ان هو يكهتها، فضل يخبطها ببطنها، قال لها احنا ننزله وبعد كده لما نكمل علاجه كله يبقى ربنا بعد كده اللي كاتبه كاتبه، حاول يسقطها فضل يضربها بالبطنه برجله
شمال ويمين عشان يسقطها ويجيب لها نزيف، لكن اراده الله ان الحمل استمر، وهو حتى الان مش عايز يسجل الابن باسمه، بيقول لا ما كانش يبقى من صلب 100% ما سجلوش باسمي، وهي عايشه دلوقتي مع ابنها بدون الاب ما ينسب الولد لنفسه. ودي من المشاكل الكبيره جدا يا جماعه. ربنا خلق الطب وخلق الدواء، ما ينفعش واحد الدكتور بيقول لك 50% ايوه 50% لا. ليه بتاخد النص السيء وما تاخدش النص الكويس؟ ليه شكيت في مراتك وهي عايشه معاك على الحلوه والوحشه وما شكتش في نفسك؟ ايه اللي يخليك اصلا تقبل الوضع ده من اساسه وما قلتش لاهلك الموضوع ده من الاول؟ ليه؟ ان انت عقيم، واحده صنتك وعاشت معاك وهي عارفه مرضك، والمرض ربنا يشفي الجميع. عمرها ما تبرمت منك، وعمرها ما فضحتك، وعمرها ما قالت للناس حرام عليكم بقى ابنكم هو المريض مش انا. استحملت وفي الاخر جايه لك فرحانه. قمت تقول لها من مين يا اخي؟ ليه كده؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.